العامل الاساسي اللي كيقهر كما كنقولوا الشعر وكيقهر الجلده ديال الشعر اللي هو السشوار المجفف ديال الشعر، فضروري خصنا نحتاطوا فيه. اولا خصو يكون بعيد على الشعر ديالنا بواحد، على الجلده ديال الراس يكون بعيد بواحد 20 سنتيم. ثانيا اننا ما نستعملوش ديك درجه الحراره 20 سنتيم، يعني تقريبا قد ديك المسطره اللي كتكون في الشكاره ديال ولدك ولا بنتك لالا فيها 20 سنتيم. فهذيك هي المسافه اللي يعني اللي شافوها يعني الباحثين انها قانونيه وانها ما يمكنش تضر لنا الفروه ديال الراس ديالنا. ثانيا مشكل اخر اللي هو ما كنردوليش البال، وكثير من الناس ما كرداش البال، اللي هو التغذيه. فراه التغذيه هي للعامل الاساسي الاول باش كنحافظوا على الشعر ديالنا، وخاصه ان التغذيه ملي كيكون عندنا النقص في بعض المواد الطبيعيه مثلا اللي اهمهم عندك الفيتامينات، فالفيتامينات ملي كيكون واحد النقص ديالهم كتعطينا هذه المشاكل هذه. من بينها عندنا الفيتامين بي ا اللي هو ما يسمى بفيتامين التيامين، فهذا الفيتامين هذا كيساعدنا على الحفاظ على الشعر من التكسر ديالو ومن الفقدان ديال داك اللمعان ديالو. وهذا فين كيمكننا نلقاوه؟ كنلقاوه في الجلبانه، كنلقاوه في السوجا، كنلقاوه في ليزيبيناغ، في السابانيغ، وكذلك كنلقاوه في الخبز الكامل لو بان كومبلي، كنلقاوه في هذا الفيتامين هذا. نعم. كذلك عندنا الفيتامين لاغيبوفلافين، يعني الريبوفلافين اللي هو الفيتامين بي 2. هذا الفيتامين هذا كيرفع من الدوره الدمويه على المستوى ديال الجلده ديال الراس ديالنا، فكيغذيها وكيساعد باش كدوك المواد المغذيه والاكسجين كيتفرق بواحد الصفه منتظمه على الجلده ديال الشعر ديالنا وكيغذي البصيلات. وهذا هاد الفيتامين كنوجدوه في بزاف ديال الامور، منهم الجبن، منهم الحليب والمشتقات ديالو، ومنهم كذلك اللوز. عندنا الفيتامين اللي هو بي 3 اللي هو ما يسمى بحمض النيكوتين، هذا كيشبه كيرفع لنا من المستوى ديال الاكسجين اكثر، كيرفع من الحجم ديال الاكسجين في الفروه ديال الراس ديالنا. كذلك ان بي 5، الفيتامين بي 5 هو اللي كيفرز لنا واحد الغشاء واقي الشعر ديالنا، باش الشعر ديالنا واخا يتضرر واخا يتقاس بالشمس واخا نديروا ليه استشوار كنبقاو محافظين عليه. وكذلك عندنا الفيتامين بي 6 او ما يسمى بيريدوكسين. هذا الفيتامين هذا اللي هو المشكل للسيدات اللي اتصلوا بنا ان الشعر كيولي جاف، فهاد الفيتامين هذا كيحمي لنا الشعر باش ما يجيش ذاك الجفاف ديالو وكيبقى دائما منتعش. فين كيمكننا نلقاوه؟ كنلقاوه في الرز، كنلقاوه في البنان، كنلقاوه في الذره، كنلقاوه في لافوكا، كنلقاوه كذلك في الجزر. داك الشيء علاش مع الدكتور عماد انتم كتذكروا مستمعاتنا عمر جلو في هاد البنان وبقينا كنلوحوهم ولا القشور ديال شحال من خضره وشحال من فاكهه ما بقيناش كنلوحها معك دكتور عماد. ديالنا ركزت على الفيتامينات كما كنقولوا من المجموعه باء، لان بي لان عندها هي اللي اساسيه كتدخل في علاج البشره. فبقى لنا الفيتامين بي 7 اللي هو البيوتين. هذا الفيتامين هذا هو اللي كيعطينا الليونه وكيعطي المرونه ديال الشعر وكيحافظ لينا عليه، لان باش عاد باش كتولي كطول الشعره كما كنقولوا مزيان. وهذا الفيتامين هذا كنلقاوه فين؟ كنلقاوه في القطاني، كنلقاوه في الكبده، كنلقاوه في المكور، كنلقاوه في مطيشه، كنلقاوه في السبانيخ، كنلقاوه في كاوكاو، وكنلقاوه كذلك في الصفر ديال البيض مسلوق ومواد اخرى. كذلك ما غندوزوش الى ما هضرناش على الفيتامين ا اللي هو بيتا كاروتين. وهذا الفيتامين اصلا هو الاساسي والمهم في التوازن ديال الافرازات ديال الدهون اللي هضرنا عليها، ان الا ما كانش عندنا توازن في الافرازات ديال الدهون فالمسام كيوقع فيهم مشكل، كذلك البصيلات ديال الشعر كيوقع فيهم مشكل، لان الا كان كيتفرز لينا الدهن بواحد الصفه كبيره ما يسمى بالغدد الزهميه، الغدد اللي كتفرز لينا هذه الدهون هذه، ملي كيتفرزوا بواحد الصفه كبيره بحال هذاك البصيله ديال الشعر كتغرق وسط الدهون، بحال كتخنق، بحال صافي، بحال كتقج، ما كتبقاش كتعطي ذوك الفعاليه ديالها. نعم. فهاد البيتا كاروتين هو من اهم الفيتامينات اللي كتساعدنا باش كنوازنوا الافرازات ديالها. فين كنلقاوها؟ كنلقاوها في اول حاجه في الجزر،
لان علاش كنلقاو الاكثريه كنعطي ماسكات كثيره من الجزر محكوك فهذا هو هذا الغرض هذا منافعو كثيره نعم منافعو كثيره كذلك الجزر محكوك كذلك كنعطيو للبشره فالهدف انه كيوازن لينا وكيعاوننا باش هاد الغده الزهميه كتولي كتفرز نعم. الدهون بصفه منتظمه كذلك انه مضاد الاكسده قوي. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.